استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بقصر الروضة هذا اليوم الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. وقد استعرض جلالة الملك المفدى أيده الله مع الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني العلاقات الأخوية التاريخية والعائلية الوثيقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين. هذا وقد أقام جلالة الملك المفدى رعاه الله مأدبة غداء تكريما للشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني والوفد المرافق له.